عناقيد مدلات على الأغصان بألوان زاهية كأنها لوحة فنية. بالصدفة اكتشفها راعي غنم يدعى كالدي من منطقة كافة، ومن هناك انتقلت إلى أوروبا وآسيا وإلى بقية أرجاء العالم. هي القهوة الإثيوبية، من طبيعة إفريقيا السمراء كلونها، تقطف وتجمع، تغسل وتنظف، تنشف تحت أشعة الشمس، ثم تنقى حبة حبة لتعبأ وتخزن وتحضر للتصدير بعد فحص واختبار. تطحن وتغلى لتفوح رائحتها التي تنعش الروح وتحيي النفس. يتناولها الكبار والصغار في الأرياف والمدن، في المنازل والفنادق والمقاهي، وفي أماكن العمل وعلى الطرقات أيضاً. لا ينحصر تناولها في وقت محدد، رائعة في الصباح، لذيذة في المساء وفي كل حين. جلسات القهوة في إثيوبيا ملتقى للتواصل الاجتماعي والتقاء الأهل والأصدقاء ورمز لكرم الضيافة. تشكل القهوة ركيزة للاقتصاد الإثيوبي ومصدر دخله، فهي خامس أكبر منتج للقهوة عالمياً بعد البرازيل وفيتنام وكولومبيا وإندونيسيا. ملايين الأشخاص يعملون في زراعة القهوة، ينتجون 400 ألف طن سنوياً، يصدر 50% منها. القهوة من أهم السلع التجارية في العالم بعد النفط، وتصل قيمة تبادلها إلى 100 مليار دولار، وهي مدرجة في البورصات العالمية. فهل ستزور أديس أبابا لتناول فنجان من القهوة الإثيوبية المحمصة على الفحم؟